البيت يكون الأهل وإنه الواحد يعني ما حسسوش إنه معاق وفعلاً هتكون بدلة للحل. عمرك لازم تحبها طول ما أنت حبيتها أغلب معها. أنا حبيتها عمري 13 سنة، أنا بعاني من صعوبة في البصر وسببها أشخاص ذوي الإعاقة. تشارك فلسطين دول العالم قاطبة احتفالها في الثالث من كانون أول من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مالق على الشجر مقابيلي. جاء احتفال هذا العام بلفتة كريمة وطيبة من خلال جهاز الإحصاء الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية. سجلت فلسطين في مجال القطاع العام قصة نجاح في مجال تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض الآن عرضاً إحصائياً حول التغيرات على واقع ذوي الصعوبات في فلسطين. هلا ب2030 معظم الأهداف هي بتتقاطع مع موضوع الإعاقة، وهي بتسعى إلى تحقيق ما نسعى إليه كلنا اللي هو التمكين، الإدماج، المشاركة الفاعلة، تحقيق التنمية المستدامة والموائمة. وتغمرنا مشاعر المحبة والسعادة بوجود كوكبة من أبنائنا من فرقة روح الشرق لذوي الإعاقة القادمين من الأردن الشقيق ولأول مرة. فيش إشي كتير وفيش إشي صعب على أي إنسان إذا كان عنده إعاقة أو لا. بالإرادة والتحدي نتغلب على عقدنا.